السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ألف شهيوة وشهيوة. كنتمنى لكم فرجة ممتعة. في هذا الفيديو غادي نشارك معكم تفاصيل كوان كافي أو ركن القهوة اللي حضرت في المطبخ ديالي بتكلفة جد منخفضة واللي عطى واحد اللمسة واحد الجمالية للمطبخ. أول وأهم حاجة في هذا الكوان كافي كانت هي هاد ليتاجير. طبعا أنا على حسب المساحة اللي عندي خديت هادي ديال 80 سنتيمتر. صراحة قبل ما ناخدها درت بزاف ديال المحلات وديال الجراند سورفاس، وفي الاخر خديت هادي من كيتيا، هي اللي كانت فيها الميور رابور كاليتي بري. خديتها بشي 250 درهم الا بقيت عاقله، والقياسات ديالها زوينين 80 سنتيمتر، وكذلك الماتيغ ديالها والفينيسيون ديالها احسن من وحدين اللي شفتهم في اماكن اخرى. فيها الالوان، فيها الابيض وفيها الاحمر وفيها الاسود، هادو اللي كنت شفت انا يعني موجودين بكثره. انا حيت الكوزينه ديالي بيضه فخديت هادي بالابيض. ربما تسولوني علاش ما خدمتهاش مع الكوزينه عند النجار، لانه هو اقترح ليا ناخذها واجده بحكم انها كيخصها تجي عريضه بزاف، ماشي بحال ليزيطاجيغ العاديين اللي كتخدم بهم الكوزينه. هذا الشيء الا بغينا انهم ما يتهزوش بدوك الحديدات اولا دوك لي سوبور اللي كيجيو من التحت على شكل ال. انا دوك ما بغيتهمش، كنت باغياها تجي بحال اونكاستري في الحيط ولا يعني ما باينش ان سوبور اللي هزها، فكان هذا هو لو ميور شوا بالنسبه ليا طبعا. وهذه هي البليصه اللي باغيا ندير فيها لو كوان كافي ديالي، هذيك لي طاجير غادي نلصقها هنايا. خديت هاد لي طاس، وصراحه ما كانش غرضي بلي طاس قد ما كان الغرض ديالي بهاد الدويكير اللي مكتوب فيه كوفي. كنت كنقلب على شي طابلو شي بحال دوك لي زاردواز اللي كيكون مكتوب فيهم هكا كوفي، ويعني كيمشيو مع لو تيم ديال لو كوان كافي. ما لقيت شي حاجه اللي على قانتي واللي عجبتني، حتى لقيت هاد لي طاس في ساني لي هوم، ما عرفتش الصراحه واش كاينين في جميع المدن. المهم بنات مكناس راه هو كاين لداخل في مرجان. خديت هاد لي طاس معاهم هاد الدويكر، كاين منه في الابيض وفي الاسود. انا عزلت اللون الابيض، والثمن ديال لي طاس يعني ديال الباك كامل هو 120 درهم. اذا هذا هو الشكل ديالو، هاد لو طابلو اللي فيه هكا كوفي بحروف مقسمه هكا وديك الاو على شكل طاس، وعندهم هادوك اللعيبات فين غادي يتعلقوا لي طاس ديالنا من بعد ما لصقوها في الحيط. اذا هنا من بعد ما ركبت لي طاجير ديالي وركبت كذلك طابلو ديال كوفي مع لي طاس ديالو، زدت هنا هاد لي بلونت ارتيفيسيال باش يعطيونا شويه ديال اللويل شويه ديال المنظر. وهنا خديت هاد لو بتي بول اللي كنت خديته من مرجان شحال هادي بشي ثمن رخيص الا بقيت عاقله شي 20 درهم بحال هكا. درت فيه لداخل شويه من هذوك الحجيرات، كنت واخداهم من كاسه كتكون قريعه كبيره وكتكون تقريبا بشي 50 60 درهم، واحد الكميه قليله فقط اللي استعملتها هنا. ودرت فيها لي كابسول ديال القهوه. هاد لي طاس هادو انا شخصيا كيحمقوني بزاف، كنت لقيتهم صدفه في مرجان كانوا ليكيداسيون، كانوا بقاو لهم هاد 4 البياسات فقط، خديتهم بواحد الثمن اللي رخيص بزاف بخمسة دراهم الواحد. مع الاسف لقيت غير هاد 4 اللي كانوا باقيين وهما اللي خديت. من بعد راه خديت لهم دي سوطاس اللي في الابيض كيمشيو معاهم مزيان. وهنا عندي الاله ديال نسبريسو الخاصه بالقهوه ديال لي كابسول، هادي كنت خديتها من الكترو بلانيت، كانت فيها بروموسيون زوينه، خديتها فقط ب 900 درهم، في حين ان الثمن الاصلي ديالها حوالي 1400 درهم او لا اكثر، ما بقيتش متاكده بالضبط من الثمن. وهنا عندي البريسه ديال القهوه الماركه كروبس، وفيها في نفس الوقت هذاك البرا اللي كيسخن الحليب، حتى هي كنت خديتها من الكترو بلانيت بشي 1700 درهم وشي حاجه. باش نهرس هذاك اللون الابيض في ليطاجير ديالي زدت هاد لي بوجي محطوطين في هاد العيبات، هادو حتى هما كنت خديتهم من مرجان، كانوا ليكيداسيون حتى هما فقط بثلاثة دراهم الوحده، جد رائعين واللوين ديالهم غزال والثمن راه رخيص بزاف. ودابا ما بقى لينا غير نوجدوا القهوه ديالنا. انا كيعجبوني ديال لي كابسول، وكنصيحه للناس اللي كياخذوا لي كابسول ديال القهوه ما تاخذوش اللي كيكونوا ديال البلاستيك، خذوا ديال الالومنيوم. قدمت القهوه ديالي مع الحلوى التركيه المعروفه بحلوه الحلقوم، يمكن لكم كذلك تقدموا القهوه ديالكم مع الشوكولا، انا كنشربها بلا سكر فلذلك كناخذ معها شي حاجه اللي تكون هكا حلوه.